مع كان خاص بالاجنبي الالهيه لمكافحه دار كورونا. وهو هو في الاصل ان الاجتماع تقرر بعد ما يعني ولايه بالشرق عرفت ظهور بعض من الحالات في الاسبوع الفرد و تسع حالات. ولكن الهدف قلت انا الهدف الاسمى من اللقاء هو لتحسيس اولا اعضاء اللجنه الولائيه القطعيه هي فيها مختلف القطاعات، قطاع الصحه، التجاره، الامن الوطني، الدار الوطني، الجيش الوطني الشعبي، قطاع النقل، يعني كل 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 ما له الى بالعمليه الوطنيه. اليوم في الاصل اللقاء كان خاص من اجل اننا وضع بعض من القرارات السير المفعول، من بينها اعاده تفعيل لجنه مراقبه المحلات التجاريه، المحلات المستقبله للجمهور من مقاهي، مساجد، مطاعم، مطاعم الرحمه. نحن في شهر رمضان، كل ما يستقدم المواطنين ولقاءات المواطنين سنقوم بمراقبته اي مدى تطبيق الاجراءات الوقائيه، دون ما ننسى النقل الجماعي العمومي والخاص، النقل عن طريق القطار. تكلمنا عن المطار، وضع اجراءات وقائيه لتفادي ظهور الوباء بصوره يعني كبيره. كل هذه الاجراءات ستدخل حيز التطبيق ابتداء من ليله اليوم، من اليوم في الليل بعد الافطار، بعد صلاه التراويح ننطلقوا ان شاء الله. وما ننساوش ثاني اننا نديروا لي ميزور باريير، وضع الكمامه، غسل اليدين، الجل الهيدروكلي، كيسمى كل ما كيما كنا زمان. لابد نوليو لليقظه اللي كنا عليها، نوليو لليقظه اللي كانت في بدايه الازمه، نوليو لاخذ بعين الاعتبار الجانب الوقائي، الاجراءات الوقائيه اللي كانت في المدارس، اللي كانت في التنوير. حسينا ان يا رشبه كان تراخي من كل الجهات، من كل الاطراف، كان فيه تراخي، ما نكذبوش على بعضنا. وزيد ثاني احنا اللي اثر فينا، هو اثر شويه في الولايه، ماهوش اثر، وانما هو اللي جاء بنا الكورونا، هو اللي يعني لي فاكونس تاع مارس هذو، العطله الربيعيه كان فيها وفود يعني بالحافلات، جولات التغيط بالشهر وكذاك. وما ننساوش ان الفيروس يتنقل من انسان الى انسان. اليوم عندنا هذه الحالات هي مستقره، متحكم فيها، راهم في المستشفى البطنة والمستشفى بشار، مستشفى 240، يتناولوا في الدواء البروتوكول السيساري، وان شاء الله يكون خير. ولكن لابد كما قلت منح اهميه قصوى للجانب الوطني ان شاء الله. بارك الله يا خويا، رانا حرقنا في ذي الاسعار نتاع الخضر، هذه راها كاع اسعار خياليه، واللي يلحقنا رمضان بدايه سيدنا رمضان هذه الاسعار مرتفعه، البطاطا 9000، الكورسات مانيش عارف قداه، عندنا ما لقيناش حتى بها نصرفها، وماذا بينا من السلطات تتدخل تشوف هذا الحوال الامور وهذه الحياه. هذه راها حاله كبيره، هذه راها الناس مش طايقه على هذه الامور. رمضان كريم، من بين الاسباب اللي خلات الخضار وخاصه في هذو يومين ترتفع هي قله عرض السوق. تقريبا تقدر تقول الفصل اللي رانا فيه هذا تاع الربيع، هذا الايام الاولى منه تقل فيه الخضره. نعطيك مثال، القرعه 10000 فراك، الطوماطيس 16000، اللوبيا 30000، الفلفل 15000، الجلبانه 14000، الدنجال 10000، الزرونديه والبيطرا في اليوم ارتفاع لحقوا حتى 8000 بجملة. البطاطا هذه مازال شاده في سومه تاع 8.5، قاليه بزاف يا شيخ. وش نقول لك، ربي يهون السوق وبارك الله فيكم. السلام عليكم. هي راك تشوف اسعار الخضر في ارتفاع، ودائما هذا ما يوازي شهر رمضان، وخاصه في اليومين الاولين.
عاد نعطيكم امثله حيه. البطرة من 5000 الى 8000، الكورجيت من 8000 ل 12000، الطماطيش كما راك تشوف 16000، ويبقى هذا ديما تقليد شهرين في نهار الاولي تاع رمضان تكون الاسعار هاي. اما في العام هذا نشوفوا ارتفاع جنوني في ماده البطاطا اللي لحقت حتى 9000 فرانك، واللوبيا اللي راها في الثلاثينات. ولذا احنا رانا لكان كيما العاده والمالبين، رانا نظن باللي من اليومين الاولين هذه ترجع الاسعار الى عادتها. هذا ما نأمله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن أساتذة وعمال التكوين المهني الشهيد دلماجي واقفون وقفة مساندة مع المدير الشيخ قويزي رابح لما أثبته من تفان في خدمة هذه المؤسسة واستقرارها، وكذلك أثبت وبشهادة الكثير من المسؤولون سواء على مستوى الولاية أو خارجها أنه مدير نموذجي، كون ابل اسيستان ديريكتور دو تيب. ولهذا نحن نطالب ان شاء الله ان يكون ثابتا في هذه المؤسسه، وشكرا للجميع. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه الوقفه وقفه تضامنيه لعمال وعاملات موظفي مركز التكوين المهني دلماج جلول بالبيرين ولايه الجرفان. الوقفه تضامنيه مع السيد شخص المدير باعتبار ما قدمه من جهد في والعمل على استقرار المؤسسه التكوينيه التي يشهد لها كل المسؤولين المتعاقبين على المديريه، خاصه المدراء الولائيين المتعاقبين على المديريه، وكذا الزيارات المتتاليه للمفتشين التي تشهد باستقرار على المؤسسه هذه. وبالتالي كان من الاجدر مكافاه هذا المدير ومكافاه المدينه بجعل هذا المركز كمركز امتياز، وليس معاقبته او بعباره اخرى تحويله الى مركز اخر. أضف إلى ذلك، هناك كان من المفروض في هذا الشهر والذي هو شهر رحمة أن يكون الالتفات إلى الراتب الشهري الذي لحد الساعة لم يتقاضى. هنا الحمد لله يعني إقبال كبير على هذا السوق من طرف الزبائن. الحمد لله يعني السوق راه ما يعني فيه كثير من الانشطه التجاريه من اهمها الخضر والفواكه والمواد الغذائيه وكل مستلزمات التغذيه. الامور الحمد لله يعني الهدف هذا المره الثالثه يعني رانا نقوموا بهذا السوق في ومع هذا العام الموسم اللي فات ما دارش بسبب جائحه كورونا. الحمد لله يعني الهدف من السوق هو الاسعار التنافسيه. يعني هنايا يعني الاسعار كي تدخل تشوف يعني راه ناقصه فرافور المحلات التجاريه وبعض الاسواق الاخرى. يعني الزبون اللي يجي يقتني المشتريه تاعو كثمان مقبوله نوعا ما. ان شاء الله بربي ان شاء الله يعني السوق راه يستمر من الانفتاح تاعو من اول رمضان راه يستمر حتى اليومين تاع العيد. ان شاء الله بربي تمشي الامور على ما يرام والتوفيق للتجار ورمضان المبارك. صحة رمضانكم ان شاء الله بصحة ولنا ان شاء الله كما تقول ان شاء الله في هذا رمضان باش نساعدوا المستهلك هذا الماء تجربة القاضية ان شاء الله بلا كيف التخطيطات في هذا السوق المرحوم ان شاء الله. ان شاء الله على رمضان يكون عليكم الصحة والعافية ان شاء الله باش يكون الثمن تاع لي برودوي هنايا يكون في متناول الجميع ان شاء الله. يكونوا ريزونابل ان شاء الله للبسيط ولا في هذا. رانا متواجدين في السوق المطعم الجامعي، نشكر السلطات على هذه المبادره، ولكن يحبذ لو ان هذا السوق يقعد على العام وكاسيان في ليبخي وبليس. خصنا هذا المواد الاوليه الاولى كما الزيت كما الفواكه
واش